كذا اتعمل على طول شهر ولا حاجه كده، وقعد لوحدي بقى زهق وشاب وقصه كبيره بقى. بس بقول لك ايه، انت مش شايف ان انت بقالك يجي ساعه عمال تتكلم معايا؟ انا مش فاهمه انا ايه علاقتي بالمدامي. طب عايزني اروح اجيبها لك يعني من عند بيت اهلها، ولا عايزني اعمل لك ايه؟ لا خالص، انا بحكي مع حضرتك والله عادي، بس يعني انا بكلمك عادي بس. اصل انت زودتها بصراحه، يعني مش فاهمه في ايه. ليه كده بس؟ ليه؟ ما احنا بنتكلم عادي، مالك في ايه؟ عمال يعني انا اصلا سكتي ما بتاخدش نص ساعه، عمال تلففني بقالي يجي ساعه ونص راكبه، وتقول لي السكه زحمه والسكه مش عارفه ايه. مالك قلبتي ليه؟ ما احنا بنتكلم فيها، انا بتكلم عادي عادي. لا انت مش بتتكلم معايا عادي. انا بتكلم. طب خلاص خلاص، يلا ركز في طريقك. خلاص مالك في ايه؟ انا بتكلم معاكي عادي والله. طيب ماشي. انت زعلتي ليه؟ ايوه ازعل، انت عمال تقول كلام غريب قوي يعني ما يصحش يتقال. ليه يا استاذه؟ تعالي نشرب حاجه، انت شكلك كويسه، انت شكلك اموره مش عارفه ايه وكلام كده ما يصحش. وش حضرتك امور؟ فبقى يا عم انت اللي امور، يا عم انت اللي امور وحلو زي الفل. ليه بس يا استاذه؟ مالك في ايه؟ انا بتكلم معاكي عادي والله. انت اخدتي الكلام ليش غلط يعني؟ انا انت كلامك كله غلط بصراحه. حضرتك حلو وجميل فبتكلم معاكي عادي. لا انت اللي وشك حلو وجميل، صوب بقى وانت ساكت لو سمحت. لو سمحت، ولا انت مطلعني اصلا من السكه دي؟ دي مش سكتي. كل السكه بتتودي يا استاذه والله عادي يعني. بتوجع لك جهنم ان شاء الله. ماشيني انت من هنا ليه؟ انت ماشيني من هنا ليه؟ ليه كده؟ انت ماشيني من هنا ليه؟ قول لي يا استاذه. ما انا بقول لك كله. بعدين معلش، انا كده كده مروحين، فانا هاخد واحد صاحبي على كده كده. مروحين؟ مروحين فين؟ ايه اللي احنا كده كده مروحين؟ قصدي هوصل حضرتك يعني، وكده كده هاخد واحد صاحبي على السكه. تاخد ايه؟ واحد صاحبك؟ تاخد واحد صاحبك ليه؟ مشكلة يعني حضرتك؟ ده انا بعد اذنك يعني. لا مش بعد اذن صاحبك، ما يركبش معايا، انا بدفع فلوس، يبقى صاحبك ما يركبش. انا عايز اعرف العربية لوحدي. انا عايز اعرف، ما دام انت قلبتي ليه؟ احنا كنا بنتكلم وبنضحك وبنهزر. ما انت ظاهر بقى ان انت اللي هيتكلم معاك كده باحترام وذوق هتفتكر حاجة تانية. ليه يا استاذة بس بتقولي ليه كده؟ والله ما فيش حاجة، انا عادي يعني. انا بالحب، كله بالحب بيخلص يعني. لا ما فيش حب. ايه اللي كله بالحب؟ احنا نعرف بعض منين عشان تقولي كله بالحب؟ انت ليك ان انت توصلني مكاني وخلاص اخد فلوسك وتقعد ساكت؟ مالكش اصلا انت تقعد تتكلم معايا. بعدين انت قلبتي يعني عشان احنا قربنا نروح يعني؟ خلاص يا رب توصلك. قلبتي يعني ما بتتكلمي معايا بقالك ساعه في ايه؟ قلبتي ليه يعني؟ ماشي، عشان انا خلاص قربت اوصل. خلاص بقى صدعتني بقى، اقعد ساكت. بقول لك انت لو هتتكلمي بالاسلوب ده بقول لك ايه، ما تفكك مني وتنزلي. مالك في ايه؟ لا انزل وما اشوف هتاخد فلوسك من مين. هنزل ده انت راجل قليل ادب صحيح. خليتيني بالفلوس يعني، مالك في ايه؟ وبعدين ايه نتعرف دي؟ بعدين انا بقول لحضرتك خلي رقم تليفوني معاكي، عاوزيني في طلب، عاوزيني في لا شكرا، عاوزيني في حاجه. هبطلبك من الابلكيشن. شكرا شكرا، ده انا هقدم بيك شكوى. ليه بس؟ انا عادي، انا بعمل زبون والله. انا يعني انا عجبت بحضرتك. ايوه تعمل الزبون. تعالي نتعرف، تعالي نتغدى، مراتي غضبانه، تعالي مش عارفه ايه في ايه بالظبط. انا مش فاهمه، انت حلوه، انت اموره، انت ازاي بتمشي لوحدك كده في الشارع؟ ايه في ايه بالظبط؟ انا بقول لحضرتك كلمتين حلوين عادي، بلطف لحضرتك الدنيا عشان خاطر. استنى، ان انت لو ما سكتش انا هفضحك. وبقول لك ايه، يلا نزلني، انا مش هكمل المشوار. لا 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 لا، دي ايه يا استاذه؟ يلا نزلني. بقول لك يا ستي هنزلك، بس مالي فيها اوصلك؟ طيب لا مش عايزك توصلني، نزلني هنا دلوقتي، نزلني هنا. طب يا ستي انزلي خلاص، انت توجعيني.